بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من بودكاست كيف تفكر كدومينر فهذا البودكاست وكما تعلمون يعني هو فقط بودكاست اقوم فيه بمشاركه معكم بعض الافكار التي تاتيني في ذهني اوكي حتى يعني تستفيدوا منها اكبر استفاده ممكنه يعني انني لا اقوم بالتجهيز لاي نوع من الاشياء ففقط الافكار التي تاتيني في ذهني اشاركها معكم لانني اعلم فعلا بانها ستقوم بمساعدتكم من اجل ان تطوروا نفسكم في مجال تجاره الدومينات اليوم ان شاء الله احببت ان اشارك معكم يعني فكره كيف تقوم ببيع الضمنات باسرع وقت ممكن، فكما تعلمون يعني انا ش... بدات اشرح مجال تجاره الضمينات منذ سنه 2020 وكنت قد قمت بشرح الكثير من الاساسيات، شرحت الكثير من الطرق، لكنني كنت ارى دائما بان الكثير منكم يعني يقوم بالابتعاد عن هذا المجال والسبب هو بكل بساطه هو انه ليس لديهم الصبر الكافي من اجل التحصيل على مبيعات، فكما تعلمون المبيعات توجد نوعان البيع الانباوند والبيع الاوت فالكثير من الطرق التي كنت اشرحها في البدايه كانت تخص الانباوند والذي هو اللي يعتبر الاصل في مجال تجاره الدومينات يعني انك تشتري دومين تضعه للبيع ثم تنتظر الى أن تاتيك المبيعات اوكي وتوجد الطريقه الثانيه وهي الاوت وهي ان تقوم بالتسويق للدومين يعني تشتري دومين وتقوم بالتسويق له وهكذا فعندما كنت اقوم بشرح مجال تجاره الدومينات يعني في البدايه كنت ارى فعلا بان الكثير من الاخوه يعني لا يستمر في المجال يعني يبدا في الاول بالحماس يقوم بشراء بعض الدومينات ثم يقوم بالابتعاد عن هذا المجال لانه لا يرى نتيجه يعني سريعه، فلهذا السبب يعني وكما لاحظتم بان في السنوات الاخيره بدات اركز بشكل كبير جدا حول كيفيه ان اجعلكم تقومون ببيع الدومينات بسرعه حتى تستمروا في هذا المجال لانني فعلا اؤمن بان هذا المجال هو مجال رائع جدا سوف يجعلكم فعلا تقومون بتغيير حياتكم. فان شاء الله هذا البودكاست ساشرح لكم يعني عده طرق من اجل ان تقوم ببيع الضمينات بسرعه حتى تقوم بضمان شيء يسمى الكاش فلو وحتى تقوم بالاستمرار في مجال تجاره الضمينات. فعلى العموم سوف نبقى اولا مع هذا الفاصل الاشهاري ثم اعود اليكم مباشره لكي اشرح لكم كل شيء. منصة براند باكيت هي من اقوى المنصات الخاصة بالبراندات، ان كنت من الاشخاص الذين لديهم مهارة اقتناص اسماء براندات جيدة جدا، او انك تمتلك براند جيد جدا، او انك لديك افكار لكي تقوم بانشاء اسماء براندات، يعني بطريقة تعتبر جيدة جدا، فمنصة براند باكيت تعتبر افضل منصة لك لكي تقوم فيها ببيع الدومينات الخاصة بك، فمنصة براند باكيت تحتوي على مجموعة من الكاتيجوريز التي ممكن ان تقوم فيها ب بيع البراندات الخاصة بك فإن كنت تمتلك اسم براند أو مثلا لديك أفكار لبراندات ففقط قم بإرسال الدومينات إلى منصة براند باكيت وسوف تقوم منصة براند باكيت بإنشاء لك لوجو إنشاء لك وصف وسوف تقوم منصه براند باكيت بوضع الضمين الخاص بك امام الكثير والكثير من الزبائن المحتملون والذين سوف يكونون مهتمين بشراء الضمينات الخاصه بك، اوكي؟ اذا ان كنت مهتما بهذه النوع من الضمينات ففقط وبكل بساطه قم بارسال الضمينات الخاصه بك الى منصه براند باكيت وسوف تجد الرابط اسفل هذا الفيديو، عندما سوف تقوم بانشاء حساب جديد فسوف يقومون باعطائك عشرة. كريديت uh, هذه العشرة كريديت ممكن ان تقوم فيها بارسال عشرة دومينات مجانا اوكي اذا بعد ان تعرفنا على منصه براند باكيت سوف نمر الان الى الشرح العملي إذا مرحبا بكم من جديد فكما تعلمون يعني كما ذكرت لكم سابقا فتوجد الطريقة الأولى والتي هي الأوت باوند يعني أنك تقوم بالتسويق للدومينات هنا وبكل بساطة يجب أن تسوق لدومينات كثيرة يعني ليس بالضرورة أن تقوم بالتسويق مثلا للجيو دومينات والتي تعتبر أسهل أنواع الدومينات والتي سبق وأن قمت بشرحها مجانا في قناتي قناة مستر كحل وليس بالضرورة أن تقوم بالتسويق لدومينات الإكزاكت ماتش دومين والذي قمنا فيه بعمل تحدي تحويل مبلغ 50 دولار إلى الالف دولار والذي سعره ثمانية دولار فقط وسوف تجده اسفل هذا الفيديو لكن كذلك ممكن ان تقوم بالتسويق لدومينات اخرى التي سوف ترى بان هناك اشخاص مهتمين بها فهنا كيف سوف تقوم بايجاد تلك الزبائن فبكل بساطه عن طريق البحث اما عن طريق الكيوردز اما عن طريق البحث عن اشخاص بامتدادات اخرى وهذا الامر يعني شرحته بالتفصيل في الدورات السابقه فهذه هي الطريقه الاولى الطريقه الاولى وهي ان تقوم بالبيع يعني طريق الاوت وهي تعتبر اسرع طريقه ممكنه بالنسبه لي وهي الامر الذي قمت بشرحه لكم بالتفصيل في الكثير من الدورات لانك هنا عندما سوف تقوم بالتسويق للضمينات سوف تقوم بتحقيق الكاش فلو يعني تحقق مبيعة او مبيعات في الشهر فهو شيء جيد سوف يجعلك تقوم بشراء ضمينات اخرى من اجل ان تقوم بالتطوير من نفسك هذا فيما يخص الطريقه الاولى الطريقه الثانيه من اجل البيع بسرعه وهي تقوم بالبيع بسعر الجمله يعني الهول سيل ماركت الهول سيل يعني انك تقوم بشراء دومينات هذه الدومينات سوف تقوم باعاده بيعها لدومينرز اخرين هؤلاء الدومينرز يقومون بشراء دومينات يعني كثيره وهنا ستحقق يعني ربح كبير هنا السر يكمن هو انك يجب ان تقوم بتحقيق مبيعات كثيره مثلا ستقوم بشراء دومين مثلا ب 10 دولار ثم تعيد بيعه ب 30 40 50 او ستون دولار اوكي وسوف تقوم ببيع كميات كثيره يعني مثلا قمت ببيع ولنقل مثلا 100 دومين فهنا ستحقق ربح كبير جدا حققت مثلا 50 دومين ستحقق ذلك ربح كبير جدا لانك هنا سوف تبحث عن دائما البيع يعني باسعار نوعا ما لا يعتبر لا تعتبر كبير. ومن الجيد كذلك ان تقوم بعمل هذا الامر ان تقوم انت كذلك بشراء دومينات بسعر الجمله لان هذا الامر سوف يجعلك تقتنص دومينات جيده جدا يعني انك هنا ممكن ان تقوم بتحقيق الربح من الاوت بوند ماركتينغ وهنا كذلك ممكن ان تقوم بتحقيق مبيعات من البيع بالهول سيل او البيع بسعر الجمله هنا ممكن تسالني سؤال كيف لي ان اقوم بايجاد اصلا تلك الدومينات التي سابيعها بسعر الجمله هنا ساقول لك قم بمشاهده دوره البراند إبول دومين المجانيه الموجوده في القناه فهناك شرحت فيها كيف تقوم بايجاد دومينات براندات جيده جدا ممكن ان تقوم باعاده بيعها بسعر كبير جدا ممكن ان تسال كذلك كيف لي ان اقوم بايجاد يعني هؤلاء الدومينرز الذين سوف تقوم ب بي يعني بيع لهم الدومينات هنا ساقول لك قم بالبحث في اي مكان تجد فيه الدومينرز الموجودون اما في المنتديات اما في جروبات الفيسبوك اما في جروبات تيليجرام. وسوف تقوم بوضع سلعتك والتي هي الضمينات قم بوضع بسعر الجمله وهناك الكثير من الضمينات سوف يكونون مهتمين بالضمينات الخاصه بك مثلا هنا ضمينر يقوم بشراء منك ضمين هنا في المكان الاخر يعني ضمينر اخر سيقوم بشراء منك اثنان ضمينات وهكذا للاشاره فقط فكذلك عندما سوف تقوم ببيع الضمينات بالاوت باوند وهناك كذلك بعض الزبائن الذين سوف يقومون بطلب منك ان تقوم دائما بارسال لهم ضمينات يعني تحتوي على كلمه معينه او تحتوي على مدينة معينة أو في نيتش معين وهكذا يعني دائما يجب أن تقوم ب يعني التواصل مع الزبائن من أجل أن تقوم بعمل لهم أبسل يعني حول هذا الأمر وإن شاء الله سأعود يعني في بودكاست آخر لكي أشرح لكم كيف سوف تقوم بعمل أبسل في حالة قمت ببيع اي دومين كيف ما كان نوعه. اذا هنا انت عندك لك بعض الطرق يعني عندك ممكن ان تقوم بتحقيق مبيعات بسرعه عن طريق الاوت ممكن ان تقوم بتحقيق مبيعات بسرعه عن طريق الهول سيل، وممكن كذلك ان تقوم يعني بتحقيق ربح من تجاره الضمينات هنا ليس عن طريق البيع لكن عن طريق الخدمات يعني انك سوف تقوم بتقديم خدمات خاصه بمجال تجاره الضمينات يعني في المواقع التي تتخصص في تقديم الخدمات يعني سبق وان قمت بشرح هذا الامر يعني في سلسله كيف ابدا من الصفر شرحت فيها كيف سوف تقوم بتحقيق مبيعات يعني من خدمات متعلقه بمجال تجاره الضمينات وفعلا هناك طلب كبير جدا حول هذا الامر لانه فعلا يعني هناك اهتمام وهناك الكثير من الاشخاص الذين يريدون تعلم هذا الامر او كذلك لا يعرفون اي شيء حول هذا الامر انت سوف توفر لهم الاشياء التي كانوا يحلمون بها فعلى العموم هذه بعض الطرق التي سوف تجعلك تقوم دائما بتحقيق المبيعات، يعني انت ركز على واحد من هذه الاشياء في البدايه، بعد ذلك قم بالاشتغال في الاشياء الاخرى، يعني انك ان احببت مثلا مساله الاوت باوند فركز على الاوت باوند، اما ركز على الجيو دومينات او ركز فقط على الاكزاكت ماتش دومين، بعد ان تبدا بتحقيق مبيعات مثلا ولنقل مثلا في الاوت باوند او الاكزاكت ماتش دومين، فهنا قم بتطوير نفسك في الاشياء الاخرى، وتلك الدومينات التي لم تقم ببيعها حاول بيعها بسعر الجملة. اوكي؟ ان كنت يعني لا تحب هذا الامر فقم بالذهاب مباشرة الى البيع بسعر الجملة، قم بالشراء ب 10 وقم بالبيع ب 35 او اربعون او ستون او 100 دولار وسوف تقوم ببيع كميات كبيرة من هذه الاشياء. اوكي؟ او انك ان كنت لا تريد عمل اي شيء من كل هذا ففقط قم بعمل خدمات متعلقة بمجال تجارة الضمينات وهنا سوف يصبح لديك الكاش فلو هذا الكاش فلو الذي أنصح به منذ البداية هو الشيء الذي سوف تحتاجه لاحقا من أجل أن تقوم ببناء البورتفوليو وبناء محفظة الدومينات الخاصة بك وهذه المحفظة الخاصة بالدومينات هي التي سوف تقوم بإعطائك مبيعات كباسيف إنكم يعني مبيعات بدون أي نوع من التسويق يعني مبيعات بأسعار كبيرة بألف دولار بألفان بثلاثة ألاف بأربعة ألاف بخمسة ألاف دولار هذه المبيعات يعني ممكن ان تقوم باعطائك ارباح كبيره وكبيره جدا، لكن ان كنت تظن بانك سوف تقوم دائما بالذهاب الى حسابك البنكي في كل مره وتقوم بشراء الضمينات فهنا الامر سوف يكون نوعا ما مكلف عليك، فلهذا السبب يفضل ان تقوم ببناء محفظه الضمينات وبناء البورتفوليو الخاص بك عن طريق الارباح. وليس يعني عن طريق المال الخاص بك. ان كنت تمتلك المال يعني وليس لديك اي مشكل حول هذا فلا مشكله ممكن ان تقوم بشراء دومينات، يعني ممكن ان تقوم بشراء دومينات وتقوم بتكبير محفظه الضمينات، فهذا الامر هو الذي سوف يجعلك تقوم بتحقيق مبيعات كثيره جدا. ان كنت لا تمتلك حتى الوقت من اجل ان تقوم بمشاهده الدروس وايجاد الضمينات والبحث عن الضمينات وتحليل الضمينات وتلك الاشياء، يعني فسبق وان قمت بعمل سيرفيس يعني لهؤلاء الاشخاص بالذات، هذا السيرفيس يقوم بارسال لهم 600 دومينات قمت بتحليلها بشكل يدوي يعني في خدمة دومينات مستر كحل أقوم بإرسال لك دومينات كل أسبوع تقوم أنت بشراء الدومينات يعني انطلاقا من ميزانيتك إن استطعت أن تقوم بشراء عشرة دومينات قم بشراء إن استطعت أن تقوم بشراء ثلاث دومينات قم بشراء وهكذا الهدف هو أن تقوم ببناء البورتفوليو الخاص بك فإن شاء الله سأعود لاحقا وأتحدث حول مسألة البورتفوليو فهذا البودكاست حاولت فقط أن أقوم بشرح لكم كيف سوف تقوم بتحقيق يعني مبيعات بشكل سريع وهذا الأمر الذي سوف الشبكات دائما تقوم بتحقيق الكاش فلو لا تحاول ان تشتت نفسك في البدايه ركز فقط على شيء واحد هذا الشيء الواحد قم بعمله بشكل دوري وبشكل دائم وهنا سوف تقوم بتحقيق مبيعات كثيره يعني ككاش فلو وسوف تجعلك يعني تقوم بتحقيق مبيعات وهذا ما سوف يجعلك ان شاء الله لاحقا تقوم ببناء بورتفوليو جيد وجيد جدا اوكي فعلى العموم هذه هي الافكار التي اردت ان اقوم بمشاركتها معكم وان شاء الله اتمنى بان تقوم بالاستفاده منها اكثر استفاده ممكنه فشكرا لكم على المتابعه وتحياتي لكم يعني ان كنت لم تقم بعد بالاشتراك في القناه فقم بالاشتراك الان وقم بتفعيل الجرس حتى تتوصل بجديد الدروس التي اقوم دائما بنشرها فتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته